إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب مقترح أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدة أيام، ولاقى صدى واسعا في الأروقة السياسية البريطانية، ما دفع البرلمان البريطاني لجدولة جلسة بعنوان النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط في هذا الشهر. وقد أكد النائب البريطاني ماثيو أوثيت الذي دفع باتجاه مناقشة الملف في البرلمان لأورينت نيوز أن بريطانيا ودولاً أخرى عززت نفوذ إيران بالمنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي والذي أدى إلى رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني. باعتقادي أن بريطانيا لن تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، فهي وقعت على الاتفاق النووي الذي سمح للحرس الثوري وخصوصا الجنرالات منهم بزيادة ثرواتهم، سيما بعدما رفع الحجز عن أموالهم، وهو ما لست راضيا عنه، ولست راضيا أيضا عن الاتفاق النووي، وسأستمر بالضغط على الحكومة لفرض العقوبات عليهم. أأمل من بريطانيا أن تتعاون مع الرئيس الأمريكي بهدفه. ورغم أن هدف الحرس الثوري بالأساس هو تصدير الثورة الإيرانية إلى دول أخرى وهو ما يتعارض مع قوانين الأمم المتحدة لسيادة الدول، يبقى ذلك غير كاف على ما يبدو لإدراجهم على لائحة الإرهاب، فتنسيق بريطانيا والاتحاد الدولي مع الميليشيات المدعومة من طهران في المنطقة بهدف محاربة تنظيم الدولة يحول دون ذلك. هذه مسألة غاية في التعقيد، وأنا على علم بأننا نتعاون مع منظمات لكننا نفرض عقوبات على أخرى، لذلك أعتقد أنه علينا النظر في أهداف هذه المجموعات، وإذا كانت مخالفة لأهدافنا فعلينا تجنب التعاون معهم. لكن بحسب محللين فإن العلاقات البريطانية الإيرانية في الشرق الأوسط تميل أكثر باتجاه التعاون للمواجهة. كثير من هذه التصريحات السياسية هي للاستهلاك الإعلامي، وأنا لا أتفق يعني حقيقة مع أن بريطانيا عاجزة عن إيقاف التمدد الإيراني في المنطقة، وسمح بهذا التمدد من قبل الدول الغربية من أجل تمرير هذه الأجندات في المنطقة، من أجل الإبقاء على النظام السوري على سبيل المثال، من أجل إحداث هذه التغيرات في سوريا والعراق وبعض الدول الأخرى كاليمن. ويبقى السؤال هو هل ستكفي العقوبات التي يعول عليها أوفرد لتطويق الورم الإيراني الذي انتشر عبر حدود بلاد عدة ويتطلع إلى أخرى؟ تقف بريطانيا اليوم بين خيارين أحلاهما مر، فتقويض نفوذ إيران يعني إيقاف التنسيق مع ميليشياتها في العراق وسوريا، أما إبقاء الحال كما هو يعني فتح الباب أمامها لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة. وفاء زيدان، أورينت نيوز، لندن.